السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. جديد مع قناه بيس بريس. كما تلاحظوا حنا بالضبط وسط مدينه الدار البيضاء، يعني بالضبط برنس مولاي عبد الله. شفتوا واحد الحمله ضد اصحاب الفراشات من طرف السلطات الامن والسلطات المحليه وعوان السلطه. كما تلاحظوا يعني ضد اصحاب الفراشات هنا بالضبط من برنس مولاي عبد الله، يعني حتى واحد ما بقاش يحط يعني حمله ضد اصحاب الفراشات. كما تلاحظوا في اللحظه هذه يعني سياره ديال السلطات المحليه تتركن هنا بالضبط وسط مدينه الدار البيضاء، يعني برنس مولاي عبد الله. حتى واحد ما بقى يفرش هنا. كما تلاحظوا يعني كل شيء جمع، يعني كاع كان مولف هنايا تيكونوا اصحاب الفراشات تحطوا الليل هنايا. يعني حتى واحد من الحزم شوفوا حمله ضد اصحاب الفراشات شفتوا وسط مدينه الدار البيضاء، يعني في برنس مولاي عبد الله. يعني اصحاب الفراشات هنا بالضبط وسط مدينه الدار البيضاء، يعني حمله امنيه، حمله من طرف سلطات واعوان السلطه هنا بالضبط وسط مدينه الدار البيضاء، حمله ضد اصحاب الفراشات هنا بالضبط. كما تلاحظوا يعني سيارة ديال السلطة المحلية تتركن هنايا بالضبط وسط مدينة الدار البيضاء، والسبب هو منع أصحاب الفراشات، يعني مبقاوش يعني منعوهم من البيع والشراء. كان مولف هنايا تيكون يعني تزامنا مع نهاية الأسبوع، يعني تيكون هنا الدنيا عامرة. تلاحظوا اصحاب الفراشات حتى واحد من فرش هنا، الناس مولفين تتكون الدنيا عامره هنايا، ولكن السلطات المحليه دار واحد الحزم ضد اصحاب الفراشات هنا بالضبط وسط مدينه الدار البيضاء. تلاحظوا مشاهدينا الكرام يعني حمله ضد اصحاب الفراشات. تلاحظوا السيارات ديال السلطه المحليه هنا بالضبط، يعني في برنس مولاي عبد الله، اللي ولا الحزم هنايا يمنعوا كاع اصحاب الفراشات باش مابقاش يحطوا. تلاحظوا ان السياره ديال السلطه المحليه تتركن هنا بالضبط وسط مدينه الدار البيضاء، يعني برنس مولاي عبد الله. تشوفوا السلطه المحليه التابعه للمقاطعه الثانيه ضرب عمار، يعني منطقه البرنس، قائد الملحقه دير واحد العمل جبار هنا، ورجال أعوان السلطة المحلية والقوات المساعدة يعني تيبقاو هنا ساهرين الليل كامل. شبت وسط مدينة الدار البيضاء، يعني برنس مولاي عبد الله. تلاحظوا تشوفوا مشاهدينا الكرام يعني حتى واحد من فرش هنا بالضبط وسط مدينة جبار هنا، ورجال أعوان السلطة المحلية والقوات المساعدة يعني تيبقاو هنا ساهرين الليل كامل. شبت وسط مدينة الدار البيضاء، يعني برنس مولاي عبد الله. تلاحظوا مشاهدينا الكرام يعني حتى واحد من فرش هنا بالضبط وسط مدينه الدار البيضاء، يعني برنس مولاي عبد الله. يعني كاين واحد الحزم كما تلاحظوا مشاهدينا الكرام، يعني حنا تنديروا واحد الجوله هنا بالضبط، جوله واحد الضبط هنايا بالضبط في برنس مولاي عبد الله، يعني حمله ضد اصحاب الفراشات، يعني حتى واحد ما حاط هنا. كما تشوفوا يعني حتى واحد ما حاط هنا بالضبط وسط مدينه الدار البيضاء، يعني برنس مولاي عبد الله. تشوفوا كاين واحد الحزم من طرف قائد الملحقه الثانيه المنطقه ضرب عمار، يعني واعوان السلطه. تلاحظوا يعني حتى واحد ما حاط، يعني الناس يعرضوا السلع ديالهم هنايا، يعني في الليل تتكون الدنيا عامره، ولكن كاين واحد الحمله ديال اصحاب الفراشات، يعني حتى واحد ما حاط. شفت وسط مدينه الدار البيضاء كما تلاحظوا، يعني حنا تنعرضوا تندير واحد الجوله هنا في برنس مولاي عبد الله.
لاحظوا شي بالضبط هنايا وسط مدينه الدار البيضاء، ان حتى واحد ما حاط هنا بالضبط وسط مدينه الدار البيضاء، يعني برنس ملعبنا، يعني حتى واحد ما حاط، يعني كنا كنتجولوا هنايا برنس مول عبد الله، تشوفوا مشاهدينا الكرام ان حتى واحد ما حاط السلع ديالو، يعني حمله وحزم من طرف قائد الملحقه الثانيه منطقه درب عمان واعوان السلطه والقوات المساعده اللي دايرين واحد الحمله ضد اصحاب الفراشات. كما تلاحظوا كنا هنا مشاهدينا الكرام بالضبط وسط مدينه الدار البيضاء، يعني برنس مول عبد الله، وغادي ننهيو هذا الفيديو كما تشوفوا كانت جوله خاصه بالضبط في منطقه وسط مدينة الدار البيضاء، وغادي ننهيو هاد الجولة اللي درنا هنا بالضبط ضد أصحاب الفراشات، كانت حملة